ان بيراميدز برضو بادي بدايه كويسه جدا ومركز بشكل كويس في الماتشات، فليه دايما الناس خدت الانطباع دوت عن بيراميدز؟ والله يا كابتن بركات انا بسمع برضو زيك كده، يعني يقول لك ايه ما عندهمش مقومات البطوله، دي مش فرقه بطوله. ما هي يعني ايه فرقه بطوله؟ ما انت بتقول لي يعني ايه مقومات البطوله؟ مقومات البطوله ان احنا ان مثلا نادي بيراميدز ما عندوش جمهور. نادي بيراميدز ما عندوش جمهور، والجمهور بيعمل فرق كبير جدا لفرق كتير جدا. وانا عايز اقول لك ان هو برضو يعني من الحاجات ان لو في جمهور كان الوضع اختلف في نادي بيراميدز من 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 سنتين فاتوا. ما فيش جمهور، لكن لا احنا في فرقه كويسه. طب ممكن الناس واخده الانطباع دوت علشان ماتشات النهائيه بالذات، ان انت مثلا خسرت نهائي سوبر، نهائي كاس، نهائي كونفدراليه، فعشان كده الناس. طب ليه ما يقولش طب ما هو وصل اهو نهائي. انت وصلت نهائي كابتن بركات، فيعني انت 50-50 هتكسب او مش هتكسب. انت وصلت نهائي كاس ولعبت سوبر وبتنافس على الدوري وبتلعب في افريقيا، فانت انك تخسر نهائي الكاس مثلا. ديت انت بقالك سنتين حتى بتاخد المركز الثاني في الدوري، حتى مش بعد الاهلي والزمالك. يعني بتخش تاني السنه اللي فاتت، تخش تاني السنه اللي بعدها. لا، ولو اتكلمنا على مثلا انت خسرت نهائي الكاس، انت بتخسر نهائي الكاس وانت الافضل. وانت فرصك اكتر. بتخسر السوبر وانت الافضل وفرصك اكتر. ما هو عشان كده الموضوع دوت حتى وانت الافضل الموضوع بيبقى سبب ادعى ان الناس تتكلم وتقول الكلام دوت، بتحس ان في حاجه ناقصه. التوفيق. بص، في حاجه ناقصه بقى تانية اللي هي من وجهه نظر انا الشخصيه، يعني اللي هي ايه؟ ازاي اعرف اكسب وانا مش موفق؟ ازاي اعرف اكسب وانا وحش؟ دي شخصيه الفرقه بقى، دي بقى شخصيه الفرقه وشخصيه البطل والكلام اللي هو ده مهم جدا. هي دي. دي لو موجوده في نادي بيراميدز هياخد بطولات، وهياخد بطولات كتيره جدا. اللي هو ازاي اكسب وانا وحش، وازاي اكسب وادوس وانا مش موفق. يعني ماتش النهارده هو مش موفق، نادي بيراميدز مش موفق، ازاي انا في اخر 10 دقايق بالوقت الضايع بكله ازاي بقى اضغط الضغطه اللي هي لا انا لازم هجيب جون اتعادل او اكسب. دي بس الحته دي، لكن غير كده لا. النادي بيوصل نهائيات، النادي بيلعب افريقيا، والسنه دي بيلعب دوري ابطال، النادي خد مركز تاني سنتين ورا بعض، يعني قبل كده كان رابع تالت. بطوله سوبر الابطال برضه فرصه بالنسبه له. فعنده ولسه عنده قبل نهائي برضه الكاس بتاع اللي هو الزمالك يوم الاربعاء ان شاء الله. وجايز يكون تعثر النهارده هو عشان خاطر اللعيبه تتقرص شويه عشان ماتش الكاس صعب يا معتصم. الماتش بتاع يوم الاربعاء اللي جاي دوت في قبل النهائي، الزمالك خسران بيراميدز، مهما كان يا كابتن بركات حاله نادي الزمالك فهو نادي الزمالك بلاعيبته عنده لعيبه كويسه جدا. لو كلمنا على فرد لا، هم لعيبه امكانيات كويسه جدا. فلا، ماتش صعب جدا للفريقين، ماتش صعب ومش هيبقى سهل للفريقين. شايف ازاي مشاركه بيراميدز؟ يعني بيراميدز خلاص شفناه وتعودنا عليه في الكونفدراليه السنين اللي فاتت، ورغم ان احنا المفروض ان الدنيا بتتطور، انما ممكن تكون نتائجه يعني على العكس، انه يلعب نهائي وبعد كده دور 8 او قبل نهائي دور 8، ولكن برضو يظل ان بيراميدز فرقه من الفرق المرشحه باللعيبه اللي عندها ديت انها تقدر تنافس على بطوله كبيره زي دوري ابطال افريقيا. شايف مشاركته ازاي المره دي في مشاركه مع مستويات مختلفه؟ بص، هي اول مشاركه طبعا لنادي بيراميدز في دوري الابطال، وطبعا لحظه الكويس ان هو وقع في مجموعه صعبه. يعني لما تبقى معاك مازيمبي ومعاك صن داونز، فلا يعني فرقتين تقال جدا معاك في المجموعه. بس انا يعني الفرقه في نادي بيراميدز فرقتنا يعني بتبقى مركزه قوي في الماتشات الكبيره، في الماتشات الثقيله خاصه يعني. فان شاء الله يعملوا حاجه كويسه، يعني ان شاء الله بيراميدز هيعدي الدور الثمانيه، هيعدي دور المجموعه.